ومواكبة لهذا المعرض ينضم إلينا مبعوث ميديا تي في أنور الكحل إلى معرض الكتاب. أنور صباح الخير، ما هو الجديد في هذه الدورة؟ صباح الخير جوهرة، جديد هو الدورة هو الاحتفاء بالعمق الإفريقي، والأدل على ذلك هو اختيار جمهورية موريتانيا الشقيقة كضيف شرف للدورة 26. موريتانيا التي تحتفي مع المغرب بنصف قرن من الدبلوماسية الأخوية، وعندما نذكر موريتانيا نستحضر أصدقاء المغرب، الرئيس المختار ولد دادال، أمير ثال ولد عمير، الصحفي محمد باهي ابن موريتانيا الذي دفع عن مغربية الصحراء. هذه السنة المعرض يبلغ ربع قرن وسنة منذ إعطاء انطلاقته سنة 1987. هنا هذا الصباح على امتداد 20,000 متر مربع افتتح المعرض في وجه الزوار. المعرض على امتداد 10 أيام سيعرف مشاركة 389 مبدعا ومفكرا يؤطرون ندوات وحفلات توقيع وموائد مستديرة. هناك 79 نشاطا مخصصة للأطفال. عدد الكتب المعروضة للبيع في هذا المعرض يتجاوز 100,000 كتاب مجزأة بين 79% من الكتب باللغة العربية والبقية بين باقي اللغات. 43 جنسية مختلفة من 4 قارات تشارك في هذا المعرض. 65% من المعارضين مغاربة و 35% أجانب. المعرض هذه السنة يراهن على تجاوز عتبة 500,000 زائر على غرار السنتين السابقتين. مبعوث قناة ميديان تي في إلى معرض الكتاب أنور الكحل، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.